طيب، في جزئيتين وسؤالين بخصوص كواليس الرحلة والاستعداد للمباراة النهائية. كلنا عارفين ان هي مباراة واحدة تحت تنظيم الاتحاد الافريقي مع الاتحاد المغربي. هل هناك تنسيق الاتحاد المغربي والاتحاد الافريقي في مراسم الاستقبال، في الإقامة، في فندق الإقامة؟ هل في مندوب موجود تحديد البرنامج خلال الفترة اللي جاية؟ يعني اعرف منك، هل الاتحاد المغربي ليه دور في استقبال البعثة، او في امور بتتم خلال الساعات الجارية قبل موعد المباراة، في ظل طبعا ان ده تنظيم الاتحاد المغربي مع الاتحاد الافريقي؟ دي جزئية يا كريم. والجزئية الثانية، يمكن لفت انتباهي وجود الكابتن عادل محفوظ اداري المنتخبات في اتحاد الكرة موجود مع البعثة. هل الامر له علاقة بسفر رباعي الاهلي عقب المباراة الى طوكيو تحديدا؟ يعني كواليسها الموضوع ده والموضوع الثاني. طبعا يعني بالنسبه طبعا للسؤال الثاني يا محمد، الحقيقه طبعا يمكن المدير الاداري للمنتخب الاولمبي كان متواجد معانا، ويمكن كان على متن الطياره الحقيقه اللي كنا متواجدين بيها ومستقلينها الى الدار البيضاء. الامور طبعا كلها ترتيبات مع الجانب الاداري، مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، لان في ترتيبات عديده جدا طبعا مع اللعيبه اللي هتكون طبعا متواجده عقب انتهاء ان شاء الله المباراه النهائيه امام كايزر تشيفز اللي هتتوجه الى طوكيو. عدد من اللعيبه بيتم بقى تنسيق التاشيرات، الخروج، ازاي اللعيبه هترجع، كل الامور دي الحقيقه بيتم التنسيق بشكل كبير جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. يا رب ان شاء الله باذن الله لاعبتنا، لاعبي النادي الاهلي ولاعبي المنتخب الاولمبي كالعاده ان شاء الله باذن الله يكونوا متالقين، سواء اللي هيكون ليه دور محمد في مباراه الكايزر تشيفز، وايضا كمان كل اللعيبه اللي هتكون متواجده مع المنتخب الاولمبي. انا السؤال الاول يا محمد، معلش عفوا انا ما سمعتوش كويس، استاذنك بس اعيد السؤال تاني. الاتحاد المغربي بينظم الحدث بما انه مستضيف نهائي دوري الابطال بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي، هل في الكواليس في مراسم استقبال او مراسم تنظيم عمليه الاقامه والتنقلات خلال وجود البعثه، ولا الامور بتمشي ازاي؟ بالتاكيد يا محمد، يعني لا، كان في الحقيقه مندوب من الاتحاد المغربي طبعا متواجد في المطار، كان طبعا بيتمم طبعا على البعثه بالكامل، وجود الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل، الامور، الحفلات، التنقلات، كل الامور دي. يمكن كمان المندوب متواجد ويمكن بيجي على فترات طبعا في الفندق الاقامه، امور طبعا عديده جدا بالنسبه للترتيب. يمكن ذكرت يا محمد طبعا ان الامور كلها خاصه بالاتحاد المغربي والكاف، فيمكن كل الامور دي ان شاء الله تصب في مصلحتنا. الامور الحمد لله طيبه جدا، ما فيش اي امور تعوق النادي الاهلي. والحاجه كمان مميزه جدا زي ما بقول لك محمد، الكل هنا بيدعم، يعني كل المغاربه التحديد الرجاء الوداد، كل محبي النادي الاهلي بيدعم النادي الاهلي بشكل كبير. فاي امور كانت هتبقى معوقات لو كان الرجاء طرف او المغرب طرف او الوداد المغربي طرف، الامور دي الحقيقه مش شايفينها خالص، وبنامل ان شاء الله بنتمنى ان الايام تستمر بهذا الشكل المميز. لسه كمان بقى محمد عايزين نطمن على اللعيبه بشكل عام، نشوف الحاله المعنويه، الدوافع، الرغبه الكبيره المستمره والمستمده طبعا من جمهور النادي الاهلي لكل اللعيبه، نشوفها النهارده في التدريبات وغدا في التدريبات. فيا رب ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون في قمه تركيزها خلال الايام القادمه، ويا رب القادم افضل ان شاء الله، ويكون البطوله من نصيب النادي الاهلي يا محمد. في باقه ورد يا كريم، وانا معاك وبنعرض اللقطات من داخل مقر الاقامه، كانت في باقه ورد للكابتن محمود الخطيب ولاعضاء مجلس الاداره، وايضا كان في جلسه لمعالي السفير حتى كمان مع اعضاء مجلس الاداره النهارده الصبح. بالتاكيد طبعا، يعني النهارده يمكن وصول السفير اشرف ابراهيم طبعا لفندق الاقامه للاطمئنان على الحاله طبعا البعثه بها الكامل، وايضا كمان يمكن يكون متواجد مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل. تواجد الحقيقه السفير اشرف ابراهيم، تواجد الكابتن محمود الخطيب، دكتور محمد سراج، الاستاذ عامر فاروق، الاستاذ خالد الرندلي، الكل الحقيقه كان متواجد الجلسه. يمكن السفير كان بيطمئن طبعا على كل الامور، سال الكابتن في اي امور حبينا، اي امور عايزين تضيفوها. الامور الحقيقه طيبه جدا يا محمد بالنسبه لي هذا الامر، والامر الخاص طبعا بالبوكيه الورد طبعا في محبين للكابتن محمود الخطيب، الحقيقه رمز وقيمه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي. او ما بنمشي في اي حته محمد، الحقيقه الكل على طول بيتصور مع كابتن محمود الخطيب، فيمكن احد يعني يمكن المتواجدين هنا في المغرب هو مصري طبعا متواجد هنا، قام بلفته طبعا طيبه جدا، وكان محضر بوكي ورد للكابتن محمود الخطيب، وقال دي حاجه بسيطه جدا لحبه الكبير للنادي الاهلي والقيمه الكبيره للكابتن محمود الخطيب. مش جديد طبعا على المتواجدين هنا طبعا سواء المغاربه او الجمهور المصري او الجاليه المصريه على الحب الكبير لاسطوره النادي الاهلي ورمز كل الاهلاويه الكابتن محمود الخطيب. والاهم بقى محمد ان شاء الله باذن الله كل الامور دي تكون ليها مردود كبير مع اللعيبه، المجلس موجود بالكامل، توفير طائره خاصه، الفندق مميز جدا، الاستعدادات بالنسبه لبيتسو موسيماني مميزه ورائعه جدا. نامل بس ان شاء الله يا محمد يوم السبت باذن الله 8 مساء بتوقيت كازابلانكا، 9 مساء بتوقيت القاهره، 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون كالعاده على قدر المسؤوليه، وان شاء الله يا محمد نقدر نرجع بالبطوله ونكون في دولاب بطوله النادي الاهلي. اخر سؤال يا كريم ومش هطول عليك، الاجراءات الاحترازيه والفقاعه الطبيه بنفس المعايير اللي كانت موجوده في السوبر الافريقي في الدوحه زي ما شفتها انت كنت موجود مع البعثه في ماتش السوبر ونهضه بركان، ولا الاجراءات الاحترازيه في نهائي دوري الابطال مختلفه شويه في مساله الفقاعه الطبيه؟ نفس الاجراءات ولا في حاجه مختلفه؟
لا يعني اقدر اقول لك زميلي محمد الاجراءات كانت في قطر مشدده جدا جدا على الجميع الحقيقه، يعني منذ وصولنا المطار طبعا في اجراءات احترازيه هنا ويمكن الفقاعه متواجده، لكن الامر طبعا خاص جدا لان انت عارف هم بينظموا كاس عالم بالنسبه طبعا لقطر 2022، فالاجراءات مشدده جدا، الامر متواجد طبعا في فندق الاقامه هنا وفي المغرب، لكن انت عارف طبعا الاختلاف بين قطر وبين المغرب امور طبعا اكيد بالنسبه للكاف هي امور واحده، لكن فقاعه متواجده طبعا وممنوع اللعيبه تطلع، ممنوع ان احنا نطلع، كل الامور دي حفاظا طبعا على سلامه لاعبي النادي الاهلي، واللعيبه مش محتاجه محمد فقاعه لان اللعيبه عندها هدف يا محمد، انت عارف اللعيبه يعني عندها هدف كبير جدا، اولا الحصول على البطوله العاشره طبعا للبطوله الثانيه على التوالي، والهدف الاكبر طبعا والاسمى هو اسعاد مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يحافظ على اللاعبين، المسحه ان شاء الله غدا باذن الله تكون سلبيه عقب اعلان نتيجتها، ويا رب ان شاء الله محمد دعواتك بقى ودعوات كل جمهور النادي الاهلي نعود من كازابلانكا بالبطوله العاشره بامر الله ان شاء الله يا رب باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات، وقدر الامكان عيشتاكوا في قلب الحدث كل التفاصيل، مش اخبار بس، لا اخبار وصور وفيديوهات وكل التفاصيل الخاصه بالبعثه، والنهارده ان شاء الله بالليل الساعه 9 بتوقيت القاهره 8 بتوقيت المغرب هيكون اول مران لفريق النادي الاهلي.